بعد التعديل الوزاري لحكومة 25 من فبراير والتي عين فيها السيد محمود علي سعيد وزيرا للشباب والرياضة، قام الوزير برفقة معاونيه بزيارة تفقدية شملت المؤسسات والهيئات الرياضية التابعة للوزارة، بدءا بالمعهد الوطني للشباب والرياضة، مرورا بالوكالة الوطنية للتطوع في تشاد، وختاما بالهيئة الوطنية لدعم الشباب. وأكد الوزير محمود آل سعيد للمسؤولين في الهيئات الرياضية بأنه آن الأوان لفتح صفحات جديدة ورفع التحديات وتذليل العقبات للشباب وتطوير الرياضة في شتى المجالات، كما استمع إلى بعض الصعوبات والنواقص التي تعاني منها الهيئات بغية رفع المستوى الرياضي وتحقيق طموحات الشباب من أجل مصلحة تشاد. اليوم قمنا بزيارة تفقدية لأكثر من المؤسسات الحكومية التخدم في مجال الشباب والرياضة. وصلنا لهم الرسالة كون رئيس الجمهورية محمد إدريس دي بيتنو يراعي دائما لكل ما يخص الشباب، هم الشيء الأساسي اللي يرتكز فوق عشان الجمهورية تمشي للأمام. جدير بالذكر أن هذه الزيارة هي الأولى من نوعها للوزير الجديد، تعقبها لقاءات وزيارات ميدانية لتحقيق الأهداف التي رسمها رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد إدريس ديبيتنو، وعد الشباب بأن عام 2022 عاما رياضيا بامتياز.